رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع عرب المجلس عن شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين على استجابتهم المسؤولة في أخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا أن النجاح في تطعيم 80% من الفئة العمرية 40 عاما فما فوق بالجرعة المعززة يعكس ما يتمتع به الجميع من وعي ومسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم. ثم أعرب مجلس الوزراء عن خالص تمنياته بعام دراسي مليء بالإنجاز والتميز للطلبة والطالبات وللهيئات الأكاديمية والإدارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ الحذر واتباع الإرشادات مع بدء العام الدراسي، بما يسهم في دعم كافة جهود التصدي لفيروس كورونا وحفظ صحة وسلامة الجميع. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في محيط مطار كابول بأفغانستان، معربا عن تعازيه لأهالي وذوي الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي: الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير عدد من التشريعات ذات الأولوية لتعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن اعتماد قائمة المشروعات التي يتم تمويلها من المساهمات الخاصة عبر التعاون مع القطاع الخاص والمعايير المقترحة لإدراج المشاريع ضمن القائمة، ومنها أن تكون المشاريع إنشائية وتحقق الفائدة للمجتمع، وأن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الجهة الحكومية المسؤولة عن المشروع لمراجعة تكاليف المشاريع المقترحة وتحديد الاحتياجات التشغيلية للمشاريع الإنشائية بشكل مسبق، ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستفادة من المساهمات التمويلية الخاصة في تمويل المشاريع الإنشائية ذات الأولوية. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مسودة تقرير حكومة مملكة البحرين للمراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمملكة البحرين مع منظمة التجارة العالمية، والذي يؤكد الالتزام بالقواعد والضوابط والتعهدات بموجب الاتفاقات متعددة الأطراف بالمنظمة. مذكرة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص مبادرات تعزيز الوصول للعدالة 2021-2025، والتي تقوم على عدة مرتكزات لتحقيق العدالة وسيادة القانون. مذكرة سعادة وزير شؤون الإعلام بشأن المشاريع الفنية والتقنية لوزارة شؤون الإعلام ضمن برنامج الحكومة للسنوات 2019-2022، والتي تتضمن تنفيذ 19 مشروعا فنيا وتقنيا لتطوير البث الإذاعي والتلفزيوني وتحديث البنية التحتية لقطاع الإعلام. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بنتائج زيارة الجمهورية التونسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة لمملكة البحرين.